أستاذ ميلاد، اختصاصات المحكمة الدستورية العليا هي إيه؟ المحكمة الدستورية قيمتها في الوسط القضائي إيه؟ في مصر وفي أي مجتمع يعني؟ المحكمة الدستورية العليا هي قمة الهرم التشريعي بالنسبة للمحاكم العليا زي محكمة النقض والإدارية العليا، بس تختلف على بينهم إنها المحكمة اللي بتختص الفصل في النزاع في مدى دستورية النص الدستور القانوني من عدمه، هل هذا النص القانوني مطابق للدستور أم غير مطابق؟ وهنا بيجي دور المحكمة لما بنيجي نبص لأي نزاع بيبقى عن طريق تختص بالنزاع في إما عن طريق التصدي أو الإحالة أو الدفع. فنقدر نختصر في يعني إيه محكمة دستورية عليا؟ هي المحكمة التي تصبغ الصفة التشريعية على النص القانوني في حالة الخلاف عليه. احنا عندنا تجارب في حالات خلافية في النصوص. كتير يعني ده بدليل بيبقى في احكام بتصدر بعدم الدستوريه العليا، بيصدر فيها حكم بعدم دستوريه نص ده قانوني بيبقى بسبب معين. ايه؟ ان القانون نفسه مش واضح، يعني الفاظه مش دقيقة، ولا الفلسفة اللي وراه ما هياش او واضعي القانون في الحالة دي، ما بيبقاش فاهم قوي لطبيعة المسموح من يعني قاعدة تشريعية متاحة في مصر، ولا بيبقى ايه؟ بيبقى فيه صدور نص قانوني بيصدر من السلطة التشريعية بتسنه، بيبقى فيه علة تشريعية بتهدف من أجله تحقيق المساواة والعدل، بيجي في السياق أو في الصياغة النص القانوني قد يتعارض مع نص دستوري عدم المساواة العدل، النصوص اللي هو صفة الدستورية على النص طب القانوني. هو النص التشريعي قبل ظهوره مش بيعرض او بيمرر على المحكمة الدستورية لمراجعته لا مراحل ثم اصدار اصداره؟ لا لا مراحل اصدار القانون بتبقى من خلال السلطه التشريعيه اللي هي بتسن القوانين وعرضها على مجلس الشعب، لو بيبقى في جهه حكوميه بتحط قانون مشروع بقانون بتعرضه على مجلس الشعب خلال 15 يوم او في اول فتره انعقاد ليه لو في مرحله ان هو غير منعقد، وبيطلع القانون بالمذكره الاضاحيه بتاعته، بيثار النزاع على مدى الدستور بعد تطبيق هذا القانون، ويثار النزاع على عدم الدستورية بأحد الطرق المنصوص عليها لتحريك الدعوة الجنائية المادة 129 من قانون المحكمة الدستورية العليا، يا إما بالتصدي يا إما بالإحالة يا إما بالدفع. طيب إيه، ممكن تديني أمثلة لأشهر الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية أو أشهر القوانين النصوص القانونية اللي أحيلت للمحكمة الدستورية وكان ليها رأي فيها؟ عندنا مادة أشهر مادة لسه بتشغل بال المجتمع كله دلوقتي اللي هي مادة 18 فقرة 1 من قانون 136 لسنة 81 ليه؟ اللي هو عدم دستورية امتداد عقود الإيجار للكيانات الاعتبارية وليست للأشخاص، وللأسف ده أثار لغط دلوقتي إن في ناس معتبرة إن عدم امتداد بالنسبة للأشخاص، لكن نص كمان وعدم وغير السكني كمان. لغير السكني المؤجرة، ما هي الأشخاص الاعتبارية بنوك سفارات وزارات هيئات حكومية، عدم دستورية النص ليها باعتبار إن كان المساجر يقصد به الشخص الطبيعي وليس الاعتباري، وبمجرد صدور هذا الحكم احنا قضى على هيمنة الكيانات الاعتبارية على عقود الإيجار واستمرارها إلى ما لا نهاية. ده من أحدث الأمور اللي ده أحدث حكم بيشغل ده رأي كان العالم. إمتى؟ كان تقريبا قريب يعني يحمل رقم 11 لسنة 23 لسه قريب يعني، وحتى الحكم نفسه قال ان مش هيطبق الا بعد دور مجلس الشعب القادم يعني حتى معلق. معلق لحين طيب